شكرا. مرحبا بكم جمهورنا العزيز، كما كتسمعوا اجواء حماسيه داخل البلاطو، نمشيو نشوفوا شنو كاين. مرحبا بكم جمهورنا الوفي اللي حاضر معنا داخل البلاطو ولا اللي كيشاهدنا عبر شاشة قناتنا الأولى داخل وخارج أرض الوطن. كنقول لكم مرحبا بكم في البريم نصف النهائي من برنامج للا العروسة، وألف مبروك للعرسان اللي بقوا معنا، مرحبا بكم. ابتسام ومراد ممثلي زقورة وللا عزيزة، ممثلي مدينة خريبكة شيماء وأيمن وللا سمية، ألف مبروك مرة أخرى العمرة. آخر المتسابقين ممثلي مدينة فاس سمية وإلياس وللا مونيا، ألف مرحبا بعرساننا وعريساتنا والأمهات ديالنا. جمهورنا العزيز على بركة الله كنعلن انطلاق نصف نهائي برنامج للا العروسة والموسم 18. ومع أحلى جمهور وأوفى جمهور، أول مسابقة داخل البلاطو، مسابقة الأسرة اللي غادي يكونوا الزوج والزوجة والأم هما الأعضاء الرئيسيين فيها. شنو مطلوب منهم؟ الأم غادي تكون واقفة حدا هاد مجموعة ديال الكرات، والزوج غادي يكون جالس في هاد الكرسي وغيكون مغمض العينين، فيما الزوجة غتكون في الكرسي اللي حداه كتقيديه. مطلوب من الأم أنها تلوح الكره اللي غادي تمشي في هذاك المسار، ومطلوب من الزوج انه يتلقى لهذه الكره، يعني انها تدخل في الشبكه اللي غادي تكون عنده بتعليمات وبقياده من الزوجه. مده المسابقه غادي تكون دقيقه و20 ثانيه، وكل كره غادا تكون بنقطه. كنظن المسابقه واضحه وباينه عند عرساننا وعريساتنا وعند الامهات. هذه المسابقه هذه خاصه بمفاجاه للامهات، وهي الفوز بعمره. غادي نذكر واحد تذكير بسيط، ان للا سمية مستثنية من هذا الفوز هذا، طبعا الحال غتشارك في المسابقة لانها فازت ديجا بعمرة، فكنقولوا لها الف مبروك والعقبة للامهات. وتحت تصفيقاتكم غادي نطلب من مدينة فاس وخريبكة انهم يغادرونا، يعني حتى للا مونيا وللا سمية، ونعيط على ممثلي مدينة زاكورة. للا عزيزة تفضلي، مراد وابتسام تفضلوا كل واحد فيكم ياخذ بلاصتو. ابتسام غتكون يتم، مراد هنا، للا عزيزه. نعم اختي دنيا. مراد خاصك تركز لانك خاصك تسمع التعليمات ديال ابتسام. مستعدين؟ موجودين؟ عندكم دقيقه و20 ثانيه. على بركه الله ينطلق العداد. مراد لا تجي، لا تجي، لي صر لي صر لي صر. مزيان صافي مشات. عاود 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 عاود. علاش زيد عندي شويه، زيد عندي شويه شويه شويه. واو لا قلت العصا شويه. مراد رجع عندك، رجع عندك شويه. هنا عندك، هنا اللي صر عندك، اللي صر لي صر لي صر لي صر لي صر. جر عندك، جر عندك الشبكه، جر عندك الشبكه، راك جر هنا. اه جر عندك، فوالا جر عندك الشبكه وخليها تما. زيد عندك شويه شويه شويه. او ابتسام قلت بي واش اللي عندك؟ جر عندك، جر عندك، جر عندك تما تما. مراد قال لك تغوتي الوالده، خلي غير ابتسام عافاك. مراد الوسط 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 الوسط. سير سير شوي الوسط. ولكن واش ولكن زيد شوي ولا لا؟ راه الوسط انا ما نعرفوش. صافي صافي سير. هي 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 الليسر، عندك الليسر، جر عندك الشبكه، زيد شوي. جر جر جر. اوه جر عندك الشبكه مراد شويه. صافي يلا يا الوالده، بقيت تلوح الكواري بزاف. خليها تما. وليده هاي راه كاينه، خليها تما. هي هذيك، هي هذيك. ماما لوحي كواري بزاف، بقيت لوحي دغيا. راه لحت الكرات بزاف، غير انت شد الشبكه. مرات الوسط الوسط. سير سير هيك، جرع. الوسط الوسط. لا الوسط المرات الوسط. راه الوسط واش نعرف؟ الوسط الوسط. تما 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 تما. كرات عليا. ينتهي الوقت للاسف، حتى كوره. اجي وحدايا، اجي وحدايا. فين كان عندك المشكله مراد؟ المشكل كان عندي في كان كيدوب بجوج. ها كنسمعها هي وكنسمع اختي. سمعيني شكون اللي دار الغلط؟ غير وحده.
رضا الغلط. كان خاصهم يتفقوا انت واحد ما دار. لا ما كانش خاصهم يتفقوا، انا رايي ياك كانت كتقي ديك مزيان الوالده، لان كانت كتقول لك لي ما الله يسر، انت كتقولي لي هو مغمض عينيه كتقول لي سير لهي في لهي لهي، حيت حنا متفقين انه لهي. متفقين كاين لي ما الله يسر، ولكن اللي كان خاص هو لي ما الله يسر نزيد شويه ولا بزاف كانت غتسهل على ممكن نعاود سميتها ممكن نعاودوها سكينة للعبيد. عاودوها غير مرة واحدة الله يجزيك. حيت قال لك تنهضر أنا باش ما يلوحش عليا اللمة. لا 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 خلي باش تبدا تهضر معايا نشوف نعاودوها. وهي لا ما غادي يلوح عليك لالة عزيزة حتى حد اللمة، عرفتي علاش؟ لأن هي أصلا أنا بالنسبة لي كنعتبرها هي مسابقة خاصة بكم أنتم تحت تصفيقاتكم. تفضلي لالة عزيزة مراد وابتسام من مدينة زاكورة، غادي نمشيو لعند مدينة خريبكة شيماء وأيمن ولالة سمية. وكنذكر بأن لالة سمية الفوز ديالها مستثني لأنها ديجا فازت بالعمرة. لالة سمية تفضلي وقفي هنا. موجودة شيماء أيمن، مستعدين؟ مستعدين. على بركة الله ينطلق العداد. شوية خالت أجي ليسر رجع زكي معايا ليمن ليسر 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 مرة رجع رجع شوي شوي الوسط الوسط صافي احبس رجع رجع الشبكة عندك اللور رجع الشبكة عندك اللور وبقى تسمى رجع الشبكة اللور برافو سير بقى تسمى في نفس البلاصة برافو ليسر ليسر مرة ليسر مرة حبس حبس رجع شوي شوي حبس حبس ارجع يدك شويه رجع يدك شويه عندك اجي ليمن اجي ليمن ليسر 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 حبس حبس رجع يدك شويه اللور رجع يدك اللور لعندك ليمن شويه شيماء زكي شويه الله يرضى عليك اجي ليمن ليمن حبس برافو الوسط 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 ليسر ليسر مره ليسر مره برافو خلي يدك في نفس البلاصه رجع ليسر نفس البلاصه كنذكر برافو اجي ليمن 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 ثانيه صافي حبس حبس ايمن حبس ليسر اجي ليمن 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 حبس الوسط 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 برافو ليمن ينتهي الوقت صافي يا ايمن هاي العصابه لا لا سميه كي جاتك المسابقه صافي سهله ها سهله يا صعيب على ايمن يا ايمن كيف كان القواد كي كنقولوا لك كيديك عاتي حافظه معك غاديه معك دقه دقه اللي من اللي من اللي صار اللي صار الوسط وسط الله يرضى علينا تبارك وين جاكم الرضا من عنده تفضلي لالا سميه شكرا ايمن وشيماء غادي نمشي مباشرة عند سمية وإلياس ولالة مونيا ممثلي مدينة فاس ونشوف شنو غيديروا في هذه المسابقة. لالة مونيا موجودة تفضلي بلاصتك. لالة مونيا موجودة إن شاء الله. سمية خير إلياس إن شاء الله يكون خير. عندكم دقيقة وعشرين ثانية وعلى بركة الله ينطلق العداد. سير ليسر 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 تما خرج خرج الشبكه شويه خرج الشبكه شويه تما تما خليك تما برافو تما تما خليك تما خليك تما زيد 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 شويه الشمال ليمن 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 لا بزاف زيد زيد هات زيد تم اوف زيد زيد شمال 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 ليمن 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 دغيا دغيا ولا بزاف كتزرع بزاف زيد 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 ليسر 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 تما تما برافو زيد خليك تما زيد شويه 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 زيد زيد ليمن 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 زيد خليك تما خليك تما خليك تما شويه خرج شويه الشبكه خرج خرج شويه تما زيد ليسر 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 ليمن 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 دغيا ويلي 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 زربي زربي غير شويه مونيا بشويه ليمن ليسر 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 تما 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 اوه خرج شويه الشبكه ليمن ليمن عاود عاود عاود
خليك تما ليسر ليسر شويه ليسر خرج شبك صافي تما زيد لي خليك تما زيد زيد عندي الشمال شمال شمال او لا شمال لا سليمان ليمان 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 تما برافو صافي زيد لالا مونيا كيفاش برافو عليكم برافو برافو كي جاتك صح ممتعه صعيبه فيها تماره ها زوينه فيها الاعصاب شي شويه على الاعصاب الحد ديالكم هادي سميه شنو حسيتي؟ غنطلقهم صح؟ اطلق اطلق كاين ما بلا ما تحسبي بلا ما حساب عدي فيا قلتي شنو شنو قلتي؟ كي جاتك المسابقة؟ المسابقة زوينة الوالدة هما اللي يلعبوا انا موجودة انا كنت واحد مونيا الله يعطيها الصحة الله يعطيها الصحة ربي خير وهذاك الشيء اللي كنقولوا على لالا مونيا تنقولوا دائما نطلبوا ربي خير وانا غادي تفضلوا شكرا وبلاصتكم شكرا مونيا ودابا غادي نعطيها رسالة مجموعة النقط اللي حصلوا عليها في أول مسابقة داخل البلاطو غادي نبدأ بممثلي زاكورة ابتسام ومراد ولالة عزيزة صفر نقطة للأسف ممثلي مدينة خريبكة شيماء وأيمن ولالة سمية خمسة ديال النقاط وممثلي مدينة فاس سمية وإلياس ولالة مونيا أربعة ديال النقاط كيف ما كتعرفوا جميع بأن عمرة الأمهات عندها علاقة بالتبرعات ديالكم يعني من هنا كيبدا التبرع ديالكم الأمهات باش أنهم يقدروا يفوزوا بهذا العمرة هذا التبرع اللي كيتقطع من مجموع النقط اللي حصلتوا عليها وبطبيعة الحال في هذا العمرة هذه كان استثني ممثلي مدينة خريبكة لالة سمية اللي ديجا فازت بالعمرة فزاكورة وفاس فكروا وعطيونا النقط اللي بغيتوا تبرعوا بها لالة مونيا ولالة عزيزة مراد ابتسام ما عرفتش واش كتفكروا مراد ابتسام مراد سول دنيا هذا على داكشي اللي بغيتي تسولها واش زعما ممكن حتى نساليو النقاط عاد ممكن تبرع ولا من دابا خصك تبرع فهمت انا عرفت ما فهمت رفعوا الصبورات ديالكم ابتسام ومراد ممثلي مدينة زاكورة شحال كتبرعوا لالة عزيزة خمسة ديال النقاط اسمحوا لي سمية وإلياس من مدينة فاس كيكتبوا لالا مونيا كنبغيك وبالتالي العمره كتكون من نصيب لالا عزيزه كنشوفوا بان شوفوا عناق زوين ما بين الياس شحال هذه كنقول الياس ومراد شكرا شكرا والله شحال كنحلم بها شحال عينا كثير ما بين مراد والياس شكرا شكرا تحتك ان شاء الله شكرا حليتي تحقق شكرا يا حبيبي اجي حدايا لالا مونيا انا حيت انا خصني نفهم كنبغيك وليتي كنبغيك هذا كنبغيك صراحه انا ما عرفتش ما نقول في هذه اللحظات يعني كنشوف غير بكا شكرا يا ولدي الله يوفقك في حياتك يا تعابير الشكر انا فهمت شي حاجه شكرا لالا عزيزة مباركم سعود أجي حداي مورا أنا غنعيط على مراد وإلياس وغتجي حدايا لالا مونيا أجي حدايا
اجي حدايا الياس، اجي حدايا، اجي حدايا انا للمونيا، اجي حدايا انت هنا. انا بغيت نعرفكم، الجمهور بغى يعرفكم شكيتو كتقاولوا، حيت انا عيطت، نعيط لي على هو داها فيا، على هو سول، على هو تلفت لعندي ما داهاش فيا للمونيا. شو تتقول امورا؟ دابا كنا حاسين غتكون العمره في البلاطو، كنا ديجا تناقشنا خارج البلاطو. اها كتفقوا عليا. انا اللي غيكون اللي يحس براسو عنده نقاط قليل، الاخر غادي يسمح لي انه يفوز بالعمره. مول او الياس اسمح لك. الياس غادي شي حاجه اللي كبيره بزاف، يمكنش نقدر ننساها، حيت ما كاينش غادي معك هاد لوجيست هذا. هو ربي راه كيشوف لي مراد تناقشنا وقررنا زعما اللي كان عنده اقل نقاط هو اللي غادي يضحي. من جد زعما حنا متفقين على هضره وغادي نغدروا، حنا حشومه بارك الله عليك. الرجال بالرجال راه ماشي زعما هذا واحد كما قلتي هكا راجل. وكان الصراحه هو يعني اكثر من اخ، وكانت الرغبه ديالو انه يدي الام ديالو، وما يمكنش زعما خساره مور خساره تزيدو نتايا، لا ما يمكنش بطبيعه الحال. بارك الله عليك. كان زعما هذا واجب، ماشي شي حاجه، هذا غير الواجب اللي درتنا. انا تنقول الياس ومراد مازال كاينين المسابقه. بارك الله مبروك عليك، الله يلا مبروك عليك. بارك الله عليك يا الياس. يا ودك ربي بارك الله عليك الياس. عليكم بارك الله عليكم. لالا مونيا مبروك عليك. لالا مونيا كي جاك هذا الشيء اللي دار ولدك؟ زوين، عجبك الحال؟ قلب طيب ما كيعياش؟ لا الحمد لله بصح قلب صافي، قلب صافي. انا عارفه ولدي شكون هو. خليك ليلي، تنتمنى يا ربي يديروا بزاف ديال المسابقات العمر الامهات هنا دابا فيا البكيا. الف مبروك، ها انت شنو فولت عليك. الف مبروك، مازال جايه ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. لاله عزيزه فرحانه. بغيت نقول لها واحد الحاجه. تفضل. وعد ان شاء الله المغرب كامل غادي تمشي ان شاء الله. ان شاء الله وعد هذا. خليك ان شاء الله. بارك الله فيك. تفضلي استراحي يا لاله مونيا. تفضلي لاله عزيزه فرحانه بزاف. هذا هو الحلم ديالي والله العظيم. انت كتمنايها شي سبع سنين هذه وانا تقيت فيها ما كتبهاش ليا. يلا جات لك. انا ما تبغيش هذه المسابقه، تنقول لكم كتبكيني، اخسر ليا الماكياج ونعاودو من الاول. سميه شنو رايك في هذا الشيء اللي دار الياس؟ هو الصراحه قالها لي قبل ما ندخلوا، قال لي راه شنو ما جبنا حنايا راه غادي يدي العمره. هو غير هو كنتمنى هو ما ينتحرش بالنقاط. قلت له انا راني والله الا افيك بليزير. وزاد قال لي واحد الحاجه واحده اخرى، المهم هو اللي يقولها. دري تقولي انت هو ديك المره حيت مراد قال له انا ما عندي الصبانه، الوالده ما كرهتش هاد الصبانه نديها انا، ولكن في الاخر كان هو اللي مكلاصي مزيان، ولكن واقيلا الاخ بلاطو هو اللي هبطو وجينا حنا اللواله. فمن هنايا انا كنقول لهم بالصحه والراحه الصبانه اللي دينا حنايا راه ديالهم هما، يعطيها لمن ما بغى، هي لدارهم ولا لواحد حتى هي. علاش في البرايم حنا دينا لاله العروسه ولا دزنا هاد البرايم ولا ما دزناش ديك الصبانه؟ شوف سميه بهاد لوجيست اللي درتي انت وسميه ولا لامونيا، فاكيد انكم غتبقاو في الذاكره ديال المغاربه كاملين، وبينتوا على روح التضامن والقلب ديالكم الكبير والقلب ديالكم النقي. فاحنا كنتمناو لكم التوفيق من القلب. تفضلوا لبلايصكم. الف مبروك عليكم. من بعد ما تعرفنا على شكون فازت بالعمره، مره اخرى كنقولوا لاله عزيزه ممثله مدينه زاكوره الف الف مبروك. حنا كنعيشوا معكم هذه الاجواء الجميله جدا، غادي ناخذكم جميع ونمشي ونشوفوا عرسانا شنو داروا في اليوميات خلال هذا الاسبوع. السلام عليكم، معكم مهدي، وغنكون انا هو الكيد ديالكم لهاد الخرجه ديال اليوم. ديروا لي كاسك وتوكلوا على الله. ثم حنا فرحانين بزاف، خرجنا من الجو ديال البرايم ولي جو وستريس. التجربه اللي درناها اليوم عجبتني بزاف.
بالنسبه ليا هذه احسن اكسبيريونس ابر انني جيت نشارك في لاله العروس غتبقى احسن اكسبيريونس. بعد ما تعرفنا على عرسانا شنو داروا في هذه نهاية الأسبوع، غادي ناخذكم وناخذهم وناخذ جمهورنا العزيز ومشي وناخذوا استراحة فنية مع المبدع المتألق النجم الفنان زكريا غفولي. شكرا، ميرسي بزاف. شكرا، الله يحفظكم، الله يحفظكم. زكريا غفولي منورنا وشكرا ليك على هاد عشان نقول هاد المجموعة الشعبية الغنائية الرائعة. الله يحفظك أختي دنيا، وأنا فرحان بزاف أكيد بالتواجد ديالي معاك لالا العروسة، وفرحان بلي كونديدا ديالنا الواعرين والأمهات ديالهم الله يخليهم لينا أكيد، والجمهور العزيز. وكان هذا كشكول بصبر الناس كما شافوا التوجه الجديد ديالي في هذا العام ديال 2024، هو توجه يعني للتراث الشعبي ديالنا، عطيته الحق ديالو. هذه الاغنيه ديال بصبر هي من التراث المغربي ديالنا، ولكن كان تعاون مع مصطفى جورج وعادل الخليفي، كانوا لهم تحيه. وكما شافوا المغاربه غادي يكون مفاجات كبيره. وتحيه ليك اختي دنيا الصديقه العزيزه، تحيه ليك، خليك لي اللي جمع لي معها واحد الكليبات وواحد الجوله في كندا. وانا كنهنيك عليها وبغيت نسولك عليها، على التفاعل ديال الجمهور الجاليه المغربيه المقيمه بكندا. كانت الجوله صراحه كان تفاعل جد رائع، كان عندي الشرف انني نكون متواجد مع الفنانه الكبيره ديالنا دنيا بوطازوت، انني نتواجد معها في الجاليه المغربيه بكندا، وكان تفاعل كبير، وكان سولد اوت ديال الحفله اكيد يعني. وهذا الشيء حنا يعني كفنانه كنحاولوا نوصلوا ريح البلاد بحال اللي قلتها في الاغنيه. ريح البلاد، الناس يشموا ريح البلاد في الجاليه وفي الغربه، وهذا هو الدور ديالنا. باقي الجمهور غيتسنى الجديد من زكريا خلال هذا الصيف اكيد. شافوا بعدا بزاف ديال الحوايج، شافوا اغاني الاعراس كما شافوا دوره الف هنيه وهنيه، وكاين اغاني اعراس اخرى ديال دوره. هذا هو اللي بغيت نسولك عليه، ان الجميل في الابداع ديالك ال24 هو الدوره العماريه ديال العروسه واغاني الاعراس والافراح اللي عطيتيها حقها في هذه السنه هذه. اكيد اكيد. انا كنت انسبيرا من لالا العروسه ونجاحاتها، اكيد الحمد لله انا وفي لهذا البرنامج يعني متولد الدار، ولد الدار وفرحان دائما كنقدم الاغاني ديال لالا العروسه، ونتمنى ان شاء الله مستقبلا نقدم دوره العروسه معكم هنا باذن الله. وتنشكرك وتنشكرك ايضا على حفاظك على العادات والتقاليد واللباس المغربي ديالنا. شكرا، لمسه مغربيه ديما حاضره. شكرا ليك، بارك الله عليك، مازال غادي نرجعوا ليك. تفضل زكريا غفولي، من بعد ما استمتعنا بهذا الكشكول الشعبي الغنائي مع النجم المبدع الفنان زكريا غفولي، غنبغي نذكركم جمهورنا العزيز بأن مسابقة العمرة الخاصة بالجمهور مازال مستمرة، اللي لا هو آخر أجل. إلا بغيتوا تعرفوا تفاصيل أكثر عن هذه العمرة، ما عليكم إلا أنكم تدخلوا المواقع التواصل الخاصة ببرنامج لالا العروسة. مستمرين معكم في جو الغناء، الغناء الشعبي والنجمة الفنانة نادية العروسي، ولكن بعد الفاصل. النجمة الفنانة نادية العروسي تحت تصفيقاتكم. صباح الخير عليكم، مرحبا بك لالا نادية منورانا. مرحبا بك بنتي الله يخطيك، وانا جيت سعيدة بالتواجد ديالي معك اول شيء. مرحبا، وتحية لهذا الجمهور الغزال اللي حيح معنا. وتحية للجمهور الوفي ديال برنامج لالا العروسة داخل وخارج ارض الوطن، والامهات كذلك تبارك الله عليكم، والعرسان ديالنا. احنا بدورنا كنشكروك على هذا الكشكول الغنائي الرائع بصوتك الاجمل لالا ناديه. اكيد انه كاين جديد في فصل الصيف اللي هو فصل الاعراس بامتياز. اكيد الجديد يلاه انتهيت من وضع اللمسات الاخيره على الكليب ان شاء الله اللي غادي قريب غادي ان شاء الله يكون على القناه ديالي باليوتيوب ان شاء الله، واللي غادي يشوفوا الجمهور لون جديد ان شاء الله. الرقاده درتها بصوت وصوره ان شاء الله، وكليب اخر كذلك سنتيمونتال راي ان شاء الله، لو اللي كيعشقوا كاع المغاربه اكيد اكيد اكيد. لالا ناديه
حنا اليوم كنعيشوا نصف نهائي برنامج لالا العروسه، وانا بغيت منك كلمه لهاد العرسان ديالنا الرائعين صراحه. الكلمه اللي غادي نقولها للعرسان كنقول لهم اول شيء الله يوفقكم اللي استمر في البرنامج، كنتمنوا له النجاح والتوفيق، واللي ما حالفوش الحظ كنقول ليه ان الحياه كلها فرص، وكنصحهم بالصبر والاحترام اهم شيء يعني بين الزوجين باش كتقدر تستمر العلاقه. اكيد اكيد. لاله ناديه وشكرا ليك ونورتينا ومازال غنرجعوا ليك. شكرا لاله دنيا، شكرا الحبيبه دوري سعيده. تبارك مرحبا مرحبا ونفسي. من بعد ما استمتعنا بهذه الاغنيه الشعبيه الجميله مع الفنانه الرائعه نادية العروسي، غادي نكملوا معكم جمهورنا العزيز في جو المسابقات. ثاني مسابقة داخل بلاطو اللي هي مسابقة خاصة بالأزواج. شنو مطلوب من عرساننا؟ هي مسابقة الألغاز الأربعة. مطلوب من العرسان ديالنا أنهم يحلوا أربعة ديال الألغاز، كل لغز عنده علاقة باللغز الثاني حتى كيوصلوا للغز الرابع اللي كيكون عنده علاقة بمجموعة صور. كل لغز كتحلوه هو بجوج ديال النقاط، ومدة المسابقة هي 3 ديال الدقائق. تبارك الله عليكم، غنطلب منكم أنكم تغادروا الأستوديو ويبقوا معنا غير الأمهات باش توجهوا لمكان المسابقة. لالا عزيزة، ابتسام ومراد عندهم شوية مع الألغاز ولا؟ والله ما عرفت. ها؟ ما عرفت. بعتي سير الله. مع تيسير الله. اي مع تيسير الله. تظني غيديروا شي حاجه في هذا؟ وكنظن مراد يقدر ينجم شي حاجه ان شاء الله. يقدر؟ هذه ثاني مسابقه داخل البلاط ان شاء الله. اخر ثاني باقي الخير لقدام. غير هو قد ما الواحد جمع اكبر عدد من النقاط قد ما ان شاء الله يعوض النقاط ديالو يا ربي. ياك هادشي اللي كتمناي؟ اي الله العظيم ان شاء الله نتمناو خير. الله يسر لي يا ربي. يسر كاع الوليدات ان شاء الله. لالا عزيزه يكون خير. نمشيو عند مراد وابتسام نشوفوا واش موجودين. مراد وابتسام مستعدين؟ مستعدين على بركه الله. واخا سيدي على بركه الله، ينطلق العداد. الرقم الثاني كاين في الكتاب الازرق اللي بلا رقم. الكتاب الازرق اللي بلا رقم كاين. الكتاب الازرق غيكون بلا رقم ياك. فين هو الرقم؟ واش تعرفي؟ كنذكركم بلي عندكم 3 ديال الدقائق باش تقدروا تحلوا 4 ديال الالغاز. ركز مراد ركز. اللغز الازرق اكيد. لالا عزيزه التركيز مطلوب ياك بلا رقم. ابتسام ركز ركز ابتسام. برافو عليك. يلا ابتسام باين ليك في الصوره من سمعونا شنو كتقراوا مراد وابتسام؟ شحال باين ليك في الصوره من كرسي كؤوس مزهريه، والحل هو شفره القفل الاحمر. القفل الاحمر يلا فهموا مزيان. وكنذكركم عندكم 3 ديال الدقائق. بلاتي بلاتي شنو داك الرقم ديالو نلقاو فشي بلاصه هنايا. كرسي كرسي هو هذا السر. راه كاين مكتوب عندك تما في القراءه شنو كتشوف مراد. ركز ركز مراد ركز. كرسي عب شويه عليك. مزهريه كاين كرسي واحد ياك. واحد واحد مزهرية. شحال مزهرية كاينة؟ مزهرية كاينة واحدة مزهرية وكاين كرسي واحد. وشناهي كؤوس؟ كؤوس كيسان. كيسان كيسان هذاك اللي في الحيط. كؤوس ياك ماما. هذه ديال سميت. لا لا يعني في ديك التصاور اللي الفوق. يعني ما كاين حتى شي كاس صفر. واحد واحد زيرو مرة. واحد واحد زيرو. واخا يلا ابتسام يلا قراو مزيان يلا بنتي يلا. لي زانديس اللي معطيوكم يلا مراد يلا ولدي الله يسهل عليك يلا. امين. 3 ديال الدقائق قريبة تسالي يا مراد. واحد واحد زيرو. ممكن تكريك حتى شي. يعني عاود نكون. شحال مزهرية كاينة هذه ما كتسماش مزهرية. كرسي كرسي, كرسي أو 3 ياك. شوفي وراك. كاينة كاينة مزهرية وحدة ياك عقل. كاين هذا كرسي. ابتسام شوفي مع الدخلة. كرسي واحد جوج ثلاثة. ثلاثة الكراسة. يعني الكرسي شحال؟ يعني 3 زيرو. مراد 3-0. يلا مراد يلا مراد كتضيع الوقت اولدي. ابتسام واش كتسمعوني؟ كنسمعك. قراو مزيان شنو مكتوب لان في تما كاين الحل. شحال باين ليك في الصوره؟ ركز ابتسام ركزي مراد. هي الصوره الصوره. كاينه واحد جوج جوج كراسه. مزهريه شحال من وحده؟
كيسان كاينين جوج كيسان كاينين جوج ياك قول لي كيسان شحال كاينين انا هما جوج كاس الوسط يعني جوج اها قالت لكم 20 ثانيه سربي سربي بشي سمر كزين بزاف بنتي دغيا ما كايناش دير زيرو ها هي زيرو ما كايناش عاودوا 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 ركزي ابتسام ركزي خلي واحد ينتهي الوقت عندكم جوج ديال النقاط ابتسام ومراد وانا تنقول لكم ركزوا 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 لان انا في الاول بدايه الامر كيبان لي راكم ما مركزينش علاش كنقول لكم قراو مزيان سمعوا في داكشي اللي عندكم تنجي كنقول الصوره تنقول لك قلب الحيط عندكم جوج ديال النقاط فتبارك الله عليكم ابتسام ومراد ممثلي مدينة زقورة من زقورة غادي نمشيو لمدينة خريبقة مع أيمن وشيماء ونشوفوا شنو غادي يديروا لالا سمية أنت كتشوفي في المسابقة قبل منهم كي جاتك سهلة ولا صعيبة خصها شوية التركيز وصافي خصها غير التركيز أنا تنقولها لهم من بداية البرايمات الأولين وأنا تنقول لهم العرسان ملي كانوا سبعة كنقول لهم ركز تركيز وكل شيء تركيز وكل شيء خصوصا في هذه المرحلة نصف النهائي فكنتمنوا لهم التوفيق غادي نمشيو عند أيمن وشيماء نشوفوا واش مستعدين مستعدين شيماء وأيمن مستعدين عندكم ثلاثة ديال الدقائق ومطلوب منكم التركيز واخا على بركة الله ينطلق العداد اللغز الثاني كاين في الكتاب الأزرق اللي بلا راقم الكتاب الأزرق الكتاب الأزرق الكتاب الأزرق شوف تما شوفي الآخر شوفي شوفي كتاب أزرق كتاب أزرق كتاب أزرق اللي بلا رقم قلب شي هذا تي قلبته اللغز الثاني كيف الكتاب الأزرق اللي بلا رقم أب لقيتي؟ وي برافو بطلب منكم التركيز كواس كي زرق هذا زرق خصو صافي خوتي هذيك ولكن هذه عندها علاقه التران هذيك شنو هذه التران ياك هي ديال التران التران شيماء وايمن مطلوب منكم تركزوا تقراوا شنو مكتوب عندكم في الورقه جيدا اللغز الثاني كاين في الكتاب الأزرق اللي بلا رقم في ماء ها حل هذا برافو برافو شحال باين لك في الصورة من كرسي شحال شحال باين لك في الصورة من كرسي فوالا اش واحد جوج جبونس هنا خصنا نديرو جوج كاس واحد جوج والحل هو شفرة القفل الأحمر حركتيها علاش حركتيها بلاتي لا والله خصنا نديرو هنايا ديري كرسي شحال جوج ياك جوج شربي من زهرية وحدة وحدة سيريا تركيز مطلوب في هذه المسابقة هذه كنذكركم بأن اللغز كيديكم اللغز جوج جوج واحد عاود تحسب معايا شحال من كاينة من شيء كاينة دو شيز هذا ماشي كرسي هذا شوفي هذا ماشي كرسي نجرب نسي كؤوس شحال كاين من كاس واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة فوالا بلاتي شحال كاين خمسة 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 د الكيسان خمسة كب شوية كب شوية خمسة د الكيسان اي شنو شنو الكاس واحدة مزهرية واحدة يلا فوالا شحال برافو حلي حلي يلا سربي باش تلقى الشفرة ديال الصندوق الكبير جاوب لا شحال ديال الأزواج مرتفع كيتنافسوا في لالا العروسة سبعة شحال ديال الازواج كيتنافسوا في نهائي لالا العروسه جوج ديال سبعه يلا يلا اها شحال هو الرقم الموسم الحالي لالا العروسه 18 لا لا خصو يدور بحال هكا قلنا جوج واحد 8 18 شي 18 شي الوقت بارك الله عليكم شيماء وأيمن استطعتوا أنكم تحصلوا على أربعة ديال النقاط شكرا يعني أنكم تمكنتم من حل جوج ديال الألغاز من مدينة خريبقة غادي نمشيو عند آخر المتسابقين ممثلي مدينة فاس إلياس وسمية لالا مونيا تنتجتي المسابقة وبنت
جاتك سهله صعيبه؟ شويه خاصه التركيز. تركيز تركيز تركيز. انا كنقولها وتنعاودها بخير ان شاء الله. يا لو كان حطيناكم الامهات وما كنتي كتظني بان تقدروا كنعرفوا شي حاجه شويه غير شي حاجه قديمه شويه اللي قديمه قديمه بزاف. لا واخا لا ما عرفتي تجيبها الوجيبه. هاو ندوزوا الامثله مع الامهات. عطينا جداد يا وجدوا راسكم. غادي نمشيو عند الياس وسميه ونشوفوهم واش مستعدين. ان شاء الله مستعدين. سميه والياس موجودين؟ موجودين ان شاء الله. تركيز تركيز تركيز. عندكم ثلاثه ديال الدقائق وعلى بركه الله ينطلق العداد. ثاني كاين قرا لينا شنو كتقرا؟ اللغز الثاني كاين في الكتاب الازرق اللي بلا رقم. الكتاب الازرق اللي بلا كيفاش بلا رقم؟ اللي بلا رقم الكتاب الثاني اللي بلا رقم. الكتاب الثاني تلفناه هما الياس. ركزوا سمية وإلياس قراو مزيان باش غتفهموا. دائما الورقه اللي بين يديكم كاين هي اللي كتعطيكم الازرق اللي بلا رقم. التالي ولا الثاني؟ الثاني الثاني. ان شاء الله خير. الثاني اللي بلا رقم. الثاني بلا رقم. ثاني بلا رقم. هذا رقم ثلاثة. شوف هذا كاينش ما اخت قراو مزيان الورقة ديالكم. كاين ترقيم وكاين كتاب ما مرقمش. كتاب ما مرقمش بجوج معاكش. ما عرفتش الكتاب ما مرقمش. اه باقي ما مرقمش داخل. ثاني هذا جو بونس. دغيا دغيا دغيا. كرسي واحد كرسي كؤوس. كؤوس هنا خبات الكاميرا. شحال باين لك في الصورة من كرسي كؤوس مزهرية؟ كؤوس جوج مزهرية خمسة. كرسي كرسي مزهرية واحد جوج جوج واحد. شحال من كرسي؟ الحل هو 3 4 5 5 د الكيسان. 5 د الكيسان 5. اجي اجي هذا احمر 5 د الكيسان. كرسي كرسي شحال من كرسي؟ جوج جوج د الكراسه دير جوج. بعدا شوف شوف جوج جوج هي الاولى. جوج هي الاولى حيت كرسي هو الاول. كؤوس 5 مزهريه وحده صافي سي بون. تحل تحل جوج. تنعاود نذكركم بان خاصكم التركيز. بقات لكم 40 ثانيه. الحل ديال اللغز بين يديكم فقط ركزوا. فازي دغيا غير بشويه عليك غير بشويه. جاوب واحد. شحال ديال الازواج كيتنافسوا في النهائي؟ جوج جوج. شحال هو الرقم؟ 18 حالي 18 جوج 18 هذا هذا جوج 18 جوج 10 ديال الثواني. ارتب الصور حسب المواسم. عندنا وديع واحد جوج سي بون سي بون سي بون سي بون وديع كاين ثاني صافي سي بون. تبارك الله عليك الياس وسمية. الياس نعم. قولي شنو هو الترتيب اللي حطيتي لينا تما؟ حطيت فاس 2021 كوبل فاس والكوبل ديال قصبة التادلة هما 2022 2023 الكوبل ديال الدار البيضاء. كوبل ديال الدار البيضاء اللي كان معنا في البرايم. كنحيوه هذا المنبر. هاجر ونبيل. وكنحيوه هاجر ونبيل جميع الأرسال اللي كانوا معنا في ليلة العروسة. أنا غادي نطلب من الكاميرامان بلاتي خليك معايا إلياس. أنا معاك. أنا غادي نطلب من الكاميرامان اللي معكم في الغرفة يورينا فين كان خاصكم تعلقوا هذه التصويرات هذه في المكان المخصص لها. وهذا كان سبب من الأسباب اللي خلاك تضيع جوج ديال النقاط.
الوقت حتى الوقت كان حنا اون فوا جبدنا هادو ما كانش عندنا الوقت الكافي باش نعلقوهم تما واخا الكتاب ضيعتوا الوقت الكتاب الكتاب مسخوط هذا ما بان في الكتاب هينا قلبنا هادو ما بان تهضرتي على المكتبه كامله عاد بالك داك الكتاب ايوا كتشي بالمكاتب وصافي سمية والياس حصلتوا على 6 ديال النقاط وي تبارك الله عليك للمونيا ماشي الكتاب مسخوط هما اللي ما عندهمش العينين انا راه كتباني ليا غدا تنقزي غادي نغوت نقول له هذا ونغوت ياكم شي كل شيء عارفه عارفه داكشي علاش قلت لكم الامهات هو وجودهم داروا وجود صافي تبارك الله على الامهات تبارك الله على العرسان ديالنا ومن بعد ما استمتعنا معاهم صراحة بغرفة الغاز غادي نمشيو ونشوفوا عرساننا شنو داروا في المسابقة خارج البلاطو ورجع نكملوا مسابقة اليوم كتدور أحداثها في صالون تجميل خاص بالنساء. المطلوب من الأزواج أنهم يقوموا في وقت محدد باختيار المنتوج الطبيعي اللي غادي يعاونهم في غسل الشعر ويكونوا عارفين الخطوات اللي خاصهم يتبعوها في هذه العملية، ومن بعد غادي يدوزوا لتصفيف الشعر باستعمال الأساليب المناسبة وجميع الأدوات وفرناها لهم باش يؤديوا المهمة ديالهم بنجاح. من بعد مرحلة غسل الشعر كتجي الآن مرحلة التصفيف، تجربة اللي كيعيشوها أزواجنا لأول مرة رفقة زوجاتهم واللي كتطلب منهم الدقة وتتبع تعليمات الزوجات ديالهم. دوني غضحك عينا مزيان اليوم مزيان دائما كتكون صعوبه في المسابقه بالخصوص اللي كانت اول مره غادي تاخذ ديك التجربه المهم درت لي بجهدي وكنتمنى يكون داكشي درتي يكون في المستوى ان شاء الله ياس كنظن نحترم كاع لي زيتاب ديال لاكواف وخا حتى هو ما عندوش مع داكشي ولكن صراحه دار حس اكثر مجهدو انا اي واحد كيجي يصوب لي شعري كدير زينو بالنسبه اني نكون قيد ليه راني كنت موفيز قيد بالنسبه لي جو كان زوين الصراحه وكانت اول تجربه ليا مع الشعر لي ما كنظن ما نعاود نقيس فيه وبالنسبه للكلية انا اللي طحت فيها هي فيها الهضره بزاف شويه كدير شويه ديال ستريس مسابقة شوية كانت كتبان لي صعيبة في الأول تعمرني فكرت أنني نديرها شيء ما عاونتني بزاف أنني نتبع دوك المراحل كما هما كنظن أنني قدرت نوصل الميساج لأيمن سيرتو من مورا الغزلطة اللي شفت نقيت ديالي بوليكوب اللي اعتمدت على احترام عدة مراحل اللي كانت منهم لابليكاسيون دو شامبوان تشلال ديال الشعر مزيان من الشامبوان لا سيباراسيون قبل من البروشينغ النتيجة النهائية ديال البروشينغ في هذه المسابقة الأزواج ديالنا بينوا على مهارتهم في مجال اللي كان شوية جديد عليهم دابا بقى غير نعرفوا النقاط اللي حصلوا عليها تبارك الله على عرساتنا وبصحة عريساتنا كي جاك وفور هي على سمية سمية فرحانة بالكوافور ديالك جديد مقتنعة مقتنعة بداكشي اللي دار كيضحكوا كي جاتكم التجربة ديال حرفة ديال الكوافور صعيبة ولا سهلة؟ لا صعيبة ها؟ صعيبة الصراحة صعيبة حتى هي عندها المصاعب ديالها بيان سور بيان سور أيمن الصراحة عجبني الحال عجبك الحال الصراحة تقدر تفكر فيها كهوايه في الدار انا قلت لي ما نفتح شي صالون ان شاء الله من القد ايوا ان شاء الله واش قررتي من المسابقه لا يلا من المسابقه قررتي وسيدي الله يوفقك ان شاء الله سالنا نديروا لك اشاره ونزورك مرحبا بك انت شتي انت خصك تاخذ الشهاده خصك تاخذ الدبلوم كي جاتك المسابقه لقيتي راسك فيها مراد شوية من ناحية السوشوار هديج دائما في الدار كان نعاون المدام ديالي في صوب الشعر ديالها راه بصح بصح وتحية لي راه ما لقيتي غير ما لقاو شي راجل بحال مراد
كتعاونها تجبد وتقول شي اي حاجه كنديروها بجوج ديما. اي والله يعطيكم الصحه. تحيه العرسانه كاملين وتبارك الله عليكم. وهذا هو اللي كيكون زوين في الزواج، التضامن والتفاهم والحب اللي كيجمعكم. ودابا غادي نعطيكم النقط اللي حصلتوا عليها مسابقه ديال الحرفه الكوافور. غادي نبدا دائما بمراد اللي حصل على 6 ديال النقاط، ايمن حصل على 4 ديال النقاط، الياس 2 ديال النقاط. بعد ما تعرفنا على النقاط اللي حصلوا عليها العرسان ديالنا في مسابقة خارج البلاطو، غادي ناخذوا استراحة فنية شعبية مع الفنان النجم يوسف لوزيني، وغادي نعاودوا نكملوا. مرحبا بك، ونورتينا. شكرا. غادي نبغيو بصح نشكرك على هذه الحصرية، لأن هذه الأغنية اللي استمعتوا لها دابا هي سي يوسف دارها حصرية لبرنامج لالا العروس. يستاهلوا بصراحه هاد العرسان الزوينين، يستاهلوا. الله يكمل عليهم الخير، وكنتمنوا ان شاء الله كلهم فائزين، لانهم اللي كيبقاو في نصف النهائي راه كلشي فائز. هذا الشيء اللي كنقول لهم، وانتم يعني بصراحه محظوظين ان عندكم هذه الاغنيه حصريه في برنامج لالا العروسه، وهما تيعيشوا معنا نصف نهائي برنامج لالا العروسه. اكيد ان حتى الاغنيه الجايه هي حصريه، حتى هي جديده ان شاء الله. وحنا تنشكروك على هذا التقدير ديالنا. الجمهور الكريم تيستاهل كل خير في الدنيا. صحه وراحه. شكرا ليك. مثلا غادي نرجعوا ليك، ولكن قبل بغينا نعرفوا منك الجديد سي يوسف. والجديد هو هذا اللي درنا حصريا دابا على قناه الاولى. فانا اول حاجه جيت سعيد بحضوري معكم هذا العرسان ومع الجمهور الكريم اللي حاضر معنا في البلاطو واللي خارج البلاطو، فصافي بليزير اختي بنيا. شرف كبير لنا اننا نستضيفوك في برنامج لالا العروسه، ومره اخرى كنشكروك ومازالين غنعاودوا ونرجعوا ليك. تبارك الله عليك سي يوسف. شكرا ليك، نورتينا. ومن بعد ما استمتعنا بهذه الاغنيه الحصريه للفنان نجم الاغنيه الشعبيه يوسف لوزيني، غادي نكملوا معكم مشاهدينا الاوفياء في جو المسابقات، مسابقه جوبليكس اللي كتعرفوها كاملين، ولكن بعد الفاصل. عدنا مشاهدينا الاوفياء بعد الفاصل ومسابقه الدوبلكس. كيف كتشوفوا معايا العرسان هما موجودين، والعريسات ديالنا كاينين في الدوبلكس على برا. كيف كنعرفوا جميع ان مسابقه الدوبلكس هي مسابقه ديال التفاهم ما بين الازواج مع بعضياتهم. غادي نطرح اسئله وغنتسنى ان الاجوبه يكون فيها توافق. اول سؤال كيف كنطرحوا على زاكورا هو نفسه على خريبقة هو نفسه على فاس، وعلى بركه الله غادي نقولوا بسم الله. وأول سؤال موجه ليك مراد، اسمع مزيان. من بعد مدة من العمل والتوفير جمعتوا مبلغ مهم من الفلوس، شنو غادي ديروا به؟ شنو غنديروا بهم؟ صح غادي نسافروا. هادشي متفقين عليه انتوما؟ هادشي اللي نسافروا إن شاء الله. سافر واخا سيدي. مشيو عند ابتسام ونشوفوها شنو غادي تقول. ابتسام. وي حبيبتي. شنو هو جوابك على السؤال؟ انا كنقول بان غندير مشروعنا خاص. كتفكر لك في المستقبل. ولكن من بعد ما انه كتمر من العمل خاص ضروري ترتاح تخرج. وي مسكينه فكره عمل. هي باقا مازال باغا تخدم. فكرات في المستقبل خصنا نديروا مشروعنا الخاص لوليداتنا. انت فكرتي غتسافر. لا ضروري باش الواحد يرتاح عاوتاني باش يعاود يبدا انطلاقه جديده. ضروري الراحه. تبارك الله عليك. غادي نمشيو عند ايمن. فاش غادي تفكر؟ مشروع خاص. مشروع خاص. احنا غادي نشوفوا شيماء شنو غادي تقول. شيماء. وي دنيا حبيبتي، شنو هو جوابك على هذا السؤال؟ كنقول غنديروا بروجي ديالنا. بارك الله عليك، وفعلا هذا هو الجواب الصحيح اللي عطانيت ايمن. تبارك الله عليك، تنتمناو لكم التوفيق الا فكرتوا فيها بجديه. غادي نمشيو عند الياس. والياس شنو هو جوابك؟ كنقول غنسافر وندور العالم، نمشيو لتركيا. المهم نسافر. صراحه شكون اللي ما عزيزش عليه السفر؟ حتى واحد ما كره. غادي نمشي عند سميه ونشوف شنو غادي تقول. سمية حبيبتي شنو هو جوابك؟ بما ان الياس مؤخرا كيدوي ليا بزاف على الطوموبيل، غادي نقول طوموبيل في يد الله. ان شاء الله كريم صافي الله. وبغى يخرجك الصراحه سمية، بغاك تساري.
معليش معليش باقي مازال كاينين مسابقات اللي تقدروا تداركوا فيهم الامر. السؤال الثاني وسمعوا كاملين مزيان. قرب عيد ميلاد مراتك اللي موالفين كتحتفلوا به دائما، ولكن هذه المره جات واحد الازمه ماليه ما كتسمحش بالاحتفال، انت شنو غدير؟ ضروري غادي نتسلف ونجيب لها كادو ديالها ونحتفلوا. تفكرت غادي تسلف وتشري لها كادو؟ اه مزيان اخويا، انا غادي نمشي نشوف ابتسام شنو غادي تقول. ابتسام وي دنيا، شنو هو جوابك على هذا السؤال اللي طرحناه على مراد؟ انا كنقول بانه غادي يدير المستحيل وقدر حتى يتسلف. برافو بارك الله عليك. هكا نبغيك الزين ديالك. اي اي لا سمعتي اش قال لك ابتسام؟ لا ما سمعتوش. قال لك هكا نبغيك الزين ديالي حيت عطيتي عطيتي جواب صحيح. انت عالم بوحدك بوحدك. من مدينه زكوره غادي نمشي ولعند ايمن، شنو هو جوابك؟ واخا تعاودي لي السؤال غنعاودو لك. قرب عيد ميلاد شيماء ياك، موالفين كتحتفلوا به عادي، ولكن هاد المره هادي كان وضع مادي ما كيسمحش بالاحتفال، شنو غدير انت؟ غادي نحتفلوا، انا غندير المستحيل وغادي نحتفلوا. غدير المستحيل؟ اه اكيد. مثلا مستحيل شنو غندير زعما؟ ايه عطيني حاجه وحده حيت لجنه التحكيم كتفرض عليا انني نسمع كلمه. غنقولوا غادي نشري لها الكادو. غادي نمشيو عند شيماء ونشوفوا شنو غادي يكون جوابها. انا كنقول لي يقدر يتسلف ويجيب لي كادو. انا علاش كنطلب منكم انكم تقولوا لي عطوني كلمه غادي نسلف غنسافر غنمشي غنجي باش تحسبها لجنه التحكيم؟ للاسف لجنه التحكيم كتقول لي بانها غادي تحسب الجواب خطا ايمن، يعني انا غادي نستبق الامور ونعطيك جوابهم قبل ما نعطي النقاط. الياس غنتسلفوا ان شاء الله، ضروري ندوزوا داك النهار. ضروري نهار في العام ما يمكنش تخليها بلاش. سينو غتفقع ياك. اه بيان سي. غتقلق. اه ضروري. زعدات هاد العرسان هاد العريسات هادو كاينه ولا ما كايناش؟ غادي نمشيو عند سميه ونشوفوا شنو غيكون جوابها. سميه حبيبتي شنو هو جوابك؟ اه بما ان الفلوس ما غاديش تكون فكنظن غادي يخرجني للسور د المدينه. معليش. ماشي مشكل. معليش معليش معليش. بقى سؤال واحد وسمعوه مزيان. الا كنتي كتضطر تخدم بزاف ما عندكش وقت للحياه العائليه، شنو غادي يكون رد فعل الزوجه ديالك؟ صراحه داك الخدمه نص نهار ومع ذلك كتقلق بعض المرات كنتعطل شويه. واه نفترضنا خدام النهار كامل. خدام النهار كامل هي صراحه ما يعجبهاش الحال. ما يعجبهاش الحال؟ لا هذه هي الكلمة. آه. ليا في الكلمة. ما يعجبهاش. اه. واخا سيدي انا غادي نمشي نشوف ابتسام شنو غادي تقول ليا. ابتسام. وي حبيبة. شنو هو جوابك حبيبتي؟ غادي نطلب منه انه يخصص وقت. يا هذيك. ما يعجبهاش الحال. دابا يا لالا عزيزة واخا قلتي لي انت هي هذيك كاينة واحد لجنة التحكيم مورايا كتسمع كتعطيني انا يا ايه يا لا. صح. يعني قالت لي خطا، شنو قلتي لي انت يا ابتسام؟ غادي نطلب منه انه يخصص وقت. غتقولي له عييت ياك بارك. ضروري. شوية ديال الوقت نهضرو ندويو. اه ضروري. ما يعجبكش الحال انه يبقى خدام؟ اه. ها؟ اه حيت الحياة ماشي خاصك تخدم فيها ضروري. خصك شوية خصك الوقت للعائلة. كل حاجة وقتها. كل حاجة وبوقتها. تبارك الله عليك وهذا هو هو اللي خصو يكون بصح. كل حاجة ووقتها. سمعتي اش قالت لك مراد؟ ايه ضروري. كل حاجة ووقتها. أنا من عندك غادي نمشي عند أيمن ونشوف أيمن شنو غادي يقول. أنا غنقول ما تقول زعما ما عنديش مشكل، ما عندهاش مشكل. ما عندهاش مشكل. ما عندهاش مشكل. واخا يا سيدي. أنا غادي نمشي عند شيماء ونشوف شنو غادي يكون رد فعلها وجوابها. شيماء وي حبيبتي، شنو هو حبيبتي جوابك على هذا السؤال؟ كنقول غنتفاهموا حيت كيف ما كان الحال كيدير داكشي على قبلي.
واخا يكون كيف خرج الصباح وكيمشي حتى الليل وبعدنا مرات وسط النهار ما غاديش يديرونجيك الامر. مضطر اخوك على بطل. وهذا هو اجمل جواب. مجبر اخاك على بطل. كاينه شيماء تبارك الله عليك. شتي راه سانداتك ولكن قالت لك مضطرة. الحياة الزوجية كتبغي الصبر ضروري. معليش هادشي اللي كنتمناو لكم كلكم انكم تصبروا على بعضياتكم. غادي نمشي عند الياس. كنقول غادي تفهم الوضع وتقول عادي داكشي على قبلنا يعني. تقول ماشي مشكل. اكيد اي حاجة كديروها لبعضياتكم راه كديروها على قبل بعضياتكم. وغنمشيو عند سمية. سمية حبيبتي شنو هو الجواب؟ نتمنوا هاد المرة يكون صحيح. كنتمنى صراحة ما عندي ما ندير نقول عادي كيدير هادشي على ودنا. برافو. قال لك برافو. صبر ياك سمية. الزواج كيبغي الصبر. الصبر ضروري. كيف أنا عارفة كيدير هادشي على ودنا. ها دونك على ودكم وعلى ولد وليداتكم إن شاء الله اللي جايين. يعني يد في اليد باش تقدروا أنكم تبنيوا إن شاء الله الغد ديالكم. فكنتمنى لكم كاملين التوفيق تبارك الله على عرساننا وتبارك الله حتى على عريساتنا. ودابا غادي نعطيكم النقط اللي يحصلوا عليها عرساننا في مسابقة جوبليكس. غادي نبدا بك مراد اللي حصل على جوج ديال النقط. أيمن حصل على 4 ديال النقط. وإلياس حصل على 2 ديال النقط. بعد ما تعرفنا على النقط اللي حصلتوا عليها في مسابقة الدوبلكس جات المسابقة اللي كتسناوها كاملين. هي مسابقة العزيزة الغالية للا أم الفضل. وتحت تصفيقاتكم نستقبلوها. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام العزيزة. شكرا شكرا. السلام عليكم. تحية طيبة لجمهورنا الكريم فين ما كان لي معنا في القاعة واللي كيتفرج فينا عبر الشاشة. كنتمنى لكم السعادة والهناء يا ربي والأجواء ديما تكون زوينة. وانت اللي الدخلات ديالك ديما كيكونوا زينين. صحاباتك من الصباح وما يتسناو حسوا براسهم وحدانيين. هاي فين فينا ما خرجتم قلالو. وهذه هي مناسبة للا أم الفضل أننا نوجه تحية خاصة لعرسان للا العروسة في الموسم 18-2024. تحية لكم جميع. وماشي غير اليوم أنا كان تنوجه تحية لجميع العرسان والعروسة المغربية فين ما كانوا لا اللي في المغرب ولا اللي في خارج المغرب. للا أم الفضل هذا موسم الأعراس واللي عندها العرس كنقولوا لها مبارك سعود الله يكمل بخير. يا رب يا مين الجميع وتبارك الله عليكم كاملين. وتبارك الله على الأجواء اللي كانت. أنا تتبعت شي حويجات وعجبتني بزاف. صح. بنت ترجليت وبنت الشهامة والنخوة ديال وليداتنا المغاربه. الله يحفظكم الميمات. صح. والتربيه الصالحه لكم الله يحفظكم. تبارك الله جميع. تبارك الله عليكم. الله تبارك الله عليكم. الياس شكرا بزاف عاد. وكنتمنى لكم ان شاء الله ديما المحبه للشباب المغربي كله ان شاء الله. اللي كان قال المرحوم الله يرحمه سي عبد الجبار الوزير الله يرحمه شي يحب شي شي يحب شي الله يكمل على كل شيء بخير. ايه قلتي يا لالا ام الفضل الحب فيه الخير في الحقيقه. والله الا فيه الخير والحمد لله. والمستقبل الزاهر راه تيكون غير بالتضامن. الا ما كانش التضامن راه حتى حاجه ما كاينه. ولكن الحمد لله الا كان التضامن والنخوه والشهامه راه هذيك هي تا مغربيت. تبارك الله عليكم. اكيد لالا ام الفضل تبارك الله عليك يا لالا ام الفضل. وعرفتي المسابقه ديالك راه حنا كنستناوها بفارغ الصبر. وعلى ما دويت انا وياك وهضرنا وقلنا مور الكواليس هاد المره هادي ما غدوي لا مع عرسان ولا مع عريسات. أيه. هاد المره جايه موجده لصحاباتها. صحاباتي ناري كي دارت لي. الله يا لالا الحبيبه راه داك الشيء غير زوين وظريف ما تقى فيه شيء. اشتها عرفت تخلعات انا وقالت كيسي راه نصف النهائي. والله لالا انت مشوف داك الشيء ديالنا العادي راه ما كاينش حاجه جديده. وانا غادي نجي حداك يا لالا ام الفضل. اي باش نتقابلوا مع صحاباتي. باش نتقابلوا مع صحاباتك انا بالي بحال درتي فيهم الخلعه. لا لا ما كاينه خلعه غادي يكونوا ناشطات. داكشي ديالنا راه ساهل ثقوا بيا. انا عارفه انا في الصراحه عارفه شنو مجدى لكم. داكشي علاش غنقول لكم ثقوا في راسكم
وحنا متاكدين بلاكم غتجبدوا لينا شي حاجه من قاع الخابيه حيت هذا الشيء كيف تنقولوا كيف قلتي انت في الاول قلتي بانه الربح ولا الخساره ولا الفوز ولا هذا هو 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 ارزاق وهو مكتاب يعني واحد لا دائما خصو يرضى بداكش اللي تعطاه لانه كل شيء راه مقسم وكل شيء موزع حنا كنديروا شي حويجات ولكن المكتبه راه ماشي ديالنا يعني حنا كنديروا السبب ورزق هو الله والله وكل وزهر وكل واللي تقدر واحد تعطاه شي حاجه دابا ولكن ما تعرف القدر اش مخبي ليه وحتى داك اللي ربحها على الله بنا شحرم الله شي حوايج ونزيدك واحد النقطه قلتيها إيه؟ الا شي واحد ثاني عطى شي حاجه ربي كيضاعفها ليه ما ربنا الا سمور العمره تكون حجه كاع يا والله يكمل عليكم بالخير ان شاء الله معاهم بسم الله يا بسم الله هي دوك الصبورات يلا على بركه الله اول صوره هذا عباره على السوق مو للا للا ام الفضل غدير معاكم المزيان وغادي تعطيكم الاخر نتوما غتعطيونا غير الاول الاخر هو اش تيقول الارزاق مخالفه الاخر ديال المثله هو الارزاق عافاك الجمهور حتى العرسان والارزاق مختلفه لا دابا الاخر عطيونا نتوما الاول هذاك الشيء يلا هزوا الطابليت ديالكم هزوا الالواح لالا عزيزه شنو كتبتي الحوانت مصفى لالا سميه للاسف ما كتبتش حتى حاجه لالا مونيا الحوانت مصفى والرزاق مختلفه هو الجواب عند لالا ام الفضل اش داك الشيء الحقيقه بلا ما نعاودوا راه قالوا الحوانت مصفى والرزاق مختلفه زعما هذا الشيء باين تبارك الله عليك وديما تنقولها ديما كنقولها ديما تنقولها بصح انا الوالدة عندي ديما تتبقى وباقي تنقولها بعد ما تيكون شي واحد تيحسب عند راسو راه عارف شي حاجة ولكن كانت واحد الفترة معينة كتغيب لي على الدماغ الصراحة هذه سهلة كتداول بزاف إيوا لالا سيدو ملي تنقولوا مثلا صحتكم بصحتكم تتلقاي بعض المرات شي حانت كبير وخاوي وحده واحد صغير وصف عليه فاضي الغرض الأرزاق داك الشيء اللي شينا الثانية هاد المرة هذه لالا أم الفضل غتعطيكم الأول ثم غتعطيونا الثاني يلا تصنتوا مزيان شوفوا بعدا كاينة الصورة غادي تعطيكم لالا أم الفضل الأول الأول هي صنتوا مزيان اليد في الطبق والعين اليد في الطبق والعين طبق ولا الطبسيل وكل واحد ديروا غير الاخر اعطي الاخر ركزوا اليد في الطبق والعين والعين العين قولي انت صافي كمال دابا اليد في الطبق والعين يلا هزوا السبورات ديالكم لا 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 عزيزة يلا كتبي لينا على الاخر ما تزهقش والعين ما تزهقش لالا سمية ورينا شنو كتبتي لا ما كتبتش للاسف والو لالا مونيا والعين على من زهق الجواب عند لالا ام الفضل يا ديك اليد في الطبق والعين على من زهق غادي نمشيو للمثلة الثالثة اللي هي اخر مثلة وركزوا سيريا لالا أم الفضل نشوفوا الصورة غادي تعطيكم هاد المرة الأول ديال المثلة الأول هو أرزق الحلال أرزق الحلال شوفوا الصورة قدامكم وركزوا يلا عطيونا صبورات رفعوهم إلى سمحتوا لالا سمية لالا مونيا لالا مونيا لالا عزيزة شنو كتبتي الرزق كيف الهلال لالا لالا الرزق الحلال كيف الهلال كيدوم كيدوم واخا لالا مونيا الرزق الحلال والمال كيف الهلال لا كيف الهلال
غنسمعوا الجواب الصحيح من عند لالا ام الفضل. رزق الحلال صافي كي الهلال. رزق الحلال صافي كي الهلال. هذا اتيال بكلا. ها وشوف لالا ام الفضل الامثله اللي جبتينا هذه المره هذه غنيه وفيها معاني كثيره كثيره كثيره. كنتمنى ان عرسان يكونوا مستفيدين منها. وتبارك الله على الامهات، تبارك الله عليكم، دارتوا مجهودكم صراحه. تعالي حدايا لالا ام الفضل. صح. إيك؟ قولي لي كي جاوك الامهات، كي جاوك صحاباتك في هذه المسابقه هذه؟ لا لا تربي الله عليهم والله الا كاينه زعما كاين مجهودات ما عندي ما نقول. بالك صراحه ودابا نيت عرفتي كاع العيالات غيبداو يحفظوا الامثله بالمعقول. وخصوصا اللي باغيين يجيو للبرنامج لالا العروسه من دابا وما تنسي والو. حتى بالنسبه للكلام ما بين العائلات وداك الشيء راه زعما الا كانت الامثله وكلامنا الزوين نقي والله الا احسن شحال تلحيجه. قلتي واحد الكلمه مهمه لالا ام الفضل، لان الدارجه المغربيه هي دارجه جميله جدا ونقيه، يعني بعيدا عن بزاف المصطلحات دخيله فيها او بزاف الحوايج اللي ولات دخيله فيها ولات كتعيبها، ولكن هذا ماشي هو اصل اللهجه المغربيه لانها لهجه جميله جدا وعميقه وعامره بالمعاني. خصنا نحافظوا عليها. اكيد يا لالا العزيزه. ودابا غادي نعطيكم النقط اللي حصلوا عليها الامهات ديالنا في مسابقه ديال العزيزه الغاليه لالا ام الفضل. غادي نبداو مع لالا عزيزه اللي حصلت على جوج ديال النقاط. لالا سميه ممثله خريب قالي للاسف صفر نقطه. ولالا مونيه ممثله فاس اربعه ديال النقاط. تبارك الله على عرساننا وعريساتنا وبالخصوص تبارك الله على الامهات ديالنا. ودابا غادي نمشي ناخذكم جميع وناخذ صاحبتي حتى انا العزيزه الغاليه لالا ام الفضل وناخذوا استراحه فنيه مع النجم الفنان المبدع زكريا غفولي. رجعنا لكم مشاهدينا الاوفياء من بعد الفاصل. ثالث مسابقه داخل بلاطو، المسابقه اللي خاصه بالعرسان ديالنا، مسابقه العجله الدواره. شنو مطلوب من عرساننا؟ عرساننا غادي يدخلوا يجري في وسط من هذه العجله وغيحاولوا ما امكن انهم يديروا اكبر عدد من الدورات. التنقيط غادي يكون من جوج حتى لسته ديال النقاط. مده هذه المسابقه هذه غادي تكون دقيقه واحده، بمعنى ان العرسان ديالنا مطلوب منهم السرعه السرعة السرعة. وقبل ما نناديو على مراد، كيف ما كتشوفوا معايا جمهورنا العزيز، بلاك دو كويسون غادي تكون هدية الفائز بالمرتبة الأولى معنا في هذا البرانك، يعني للمتأهل للنهائي. رئيساتنا أراكم شهيوات. غادي ننادي وتحت تصفيقاتكم على أول المتسابقين ممثل مدينة زاكورة مراد. مراد ويلي للدنيا. واضحه الامور عندك؟ واضحه. تفضل. عندك السفل وان شاء الله كلشي باذن الله. اخي مراد مستعد؟ مستعد. وقف هو هذاك. اييه. عندك دقيقه واحده وعلى بركه الله ينطلق العداد. بشويه عليك. عندك رد بال رد بال رد بال. هالي مراد برافو عليك. قدامك شوف قدامك. عاد بشويه زيد. عب شوية مراد ما تدوخش راسك. زيد برافو مراد. عب شوية. يلا 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 يلا. عب شوية عليك عب شوية. برافو مراد. إلا حسيتي بالدوخة وقف. علي مراد علي. 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 مابقاش ليك. علي مراد علي. علي مراد علي. علي مراد علي. عب شويه عب شويه عب شويه. شويه مراد عب شويه. شويه عب شويه. زيد زيد زيد. يلا يلا بشويه عليك. عب شويه مراد. شويه مراد بشويه ولدي. شويه عليك. بشويه عليك ولدي بشويه. راسك هو الاول بشويه. عب شويه عليك عب شويه عليك مراد. عب شويه عليك. يا انت. برافو. برافو مراد. ينتهي الوقت مرة. سكينة الوالدة قامت تخافي على الحسين. برافو مراد. مراد خلعتي جريتي.
جيت بحال مشيت تسخرت ورجعت. مالف تتسخر بالجري وترجع. الواد كتقول لي دابا دابا غنحط الغداء. شكرا. في نظرك شحال درتي من دوره؟ واه ما نقدرش نعرف. انا كنت كنشوف راسي نطيح صافي. كتقول يا ربي نكون جريت. وحسيت براسي جريت ياك. وانا بعدا لجنه التحكيم كتقول لي مراد دار 21 دورة. تبارك الله عليك مراد. شكرا بزاف. سير استراح. انا مراد ديما ما كينساش الجمهور. شكرا لك. تبارك الله عليك مراد. من زكورة من زكورة غادي نمشي وعند ايمن ممثل مدينة خريبكة. براو ايمن. ايمن موجود؟ موجود. واخا خويا شويه عليك. ناخذ بلاصتك حتى تكون موجود وقولها. عيب شويه عيب شويه عليك ما تكبرش خاطر. رجع الحمراء لتحت. الحمراء خاصها تكون لتحت. عيب شويه عليك مراد. شويه ايمن شويه عيب شويه. موجود؟ ما تكبرش خطوه بزاف حتى تكون موجود. موجود. هلا على بركه الله ينطلق العداد. عيب شويه ايمن شويه. علي ايمن علي علي ايمن علي علي ايمن علي علي ايمن علي. برافو 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 برافو. سير شويه عليك خويا شويه عليك شويه عليك. برافو 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 برافو. شويه عليك ايمن شويه شويه. برافو برافو ايمن. سير ايمن سير. عيب شويه شويه. سير ايمن شويه. ايمن شويه عليك شويه عليك شويه عليك شويه شويه. برافو ايمن برافو 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 ايمن برافو 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 ايمن برافو برافو. ينتهي الوقت. برافو شويه عليك برافو ايمن. واو صعيبة أيمن صعيبة. ها صعيبة. كدوق كتبقى تشوف في الأرض صافي. واش داك تشوف في الأرض؟ شوف قدامك. ها صراحة ها ماشي مشكل. في نظرك شحال غتكوني درتي ديال الدورة؟ شحال؟ ما عرفتش. شحال غتكون درتي؟ ما نكتبش. اللجنة كتقول لي بأنك درتي 9 ديال الدورات. تبارك الله عليك. أيمن ممثل مدينة خريبكة. ومن خريبكة غادي نمشيو عند إلياس ممثل مدينة فاس. إلياس سمعك أختي. مستعدة إلياس؟ إن شاء الله. يلا اطلع خذ بلاصتك حتى تكون موجود وقولها ليا. حاول إلياس. برافو عليك إلياس. وي ما تشوفش هاك. ما تشوفش في الديكور. داكور شوية عليك. يلا أو ميم طون خذ براستك حتى تكون مستعد عاد قولها لي. بسم الله توكل على الله. موجود ان شاء الله. على بركه الله ينطلق العداد. سباق 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 شويه عليك. خذ الياس الياس. سير الله سير الله سير الياس الياس. يلا إلياس إلياس. برافو عليك. ما تشوفش في الأرض. ما تشوفش في الأرض إلياس. برافو 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 برافو. ما تشوفش في الأرض. برافو إلياس. برافو 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 إلياس. برافو إلياس. برافو برافو. سير الله سير الله. برافو برافو برافو. سير سير نوض إلياس. عاود عاود إلياس. برافو إلياس إلياس. برافو سير إلياس. برافو يلا برافو برافو. سير أخويا سير. يا إلياس عليه عليه إلياس عليه عليه إلياس عليه. عاود 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 أخويا. يلا إلياس 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 عاود. ينتهي الوقت. برافو إلياس. انا نقول لك تبارك الله عليك حيت انا عارفه غتكون لقيتي صعوبه. آه حيت تبارك الله انت طويل عليها. المهم بركه حاول
قولي انا حاولت. حاولنا في دارك شحال غتصرنا هنايا الياس؟ شحال غتكون درتي من دوره مثلا؟ ها شحال غتكون درتي من دوره؟ والله فاش كتكون داخل كيبان لك كل شيء، كتبان لك درتي حتى دوره، ولكن تبارك الله عليك درتي 18 دوره تبارك الله عليك تبارك الله على عرس. أننا عارفة بأن بهذه المسابقة هذه ماشي سهلة، كتبغي السوفل، كتبغي أيضا التركيز، كل شيء كيحتاج التركيز. ودابا غادي نعطيكم النقط اللي حصلوا عليها عرس أننا في هذه المسابقة هذه. غادي نبدأ دائما مع مراد ممثل مدينة زاكورة اللي حصل على 6 ديال النقاط، دار 21 دورة. أيمن ممثل خريبكة حصل على 2 ديال النقاط، دار 9 ديال الدورات. وإلياس ممثل مدينة فاس حصل على 4 ديال النقاط لأنه دار 18 دورة. تبارك الله على عرساننا. ودابا من مسابقة العجلة الدوارة غادي ناخذكم ونمشيو ونشوفوا عرساننا شنو داروا في المسابقة خارج البلاصة. المطلوب من الأزواج وهما مربوطي الأيدي في المرحلة الأولية أنهم يقرأوا البطائق ويفكروا في الحلول للألغاز اللي كدل على الأماكن اللي خصهم يوصلوا لها نقطة بنقطة في 3 ديال المرات متتالية وفي أسرع وقت ممكن. ومع كل بطاقة لقاوها عرساننا غادي يلقاو معها عائق كيطلب منهم مجهود زايد بدني أو ذهني، الشي اللي كيصعب عليهم المهمة كتر وكتر. إشارتك التالية موجودة في الطريق الساحلية، تلقاها عند الصنايعية ديال القلة والطنجية. كاين القلة والطنجية ديال فين المشكل؟ واش كيقليو كيديروا الطنجية واش كتقول؟ امين الله يحفظك. شكرا. كنخرج مشاركين في العروسة تتعامل معنا دينا الحل قريبة هنا الله يسهل عليك. وصلنا معاك الله يسهل عليك. الله يحفظك الله يرحم الوالدين. أقربينا ماشي مشكلة، أقربينا أقربينا شوية الله يجازيك بخير. وما هذا شكرا بزاف عمي الله يرحمك الوالدين. يا ربي يجيب لك التيسير الشريف هذا الله يسخر. شكرا. هيا عينيك على الضو اللي كيشق الظلام وينور طريق البحر، هو اللي غادي يقربك من لقطة النهاية. هذيك وقلعة شكلة المنارة، هذيك المنارة حتى تدور البحر. هذيك اللي غنديروا بها بريكور. يس 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 يس. المسابقة كتطلب الذكاء، التكامل والتفاهم بين الأزواج، بالإضافة للتوفر على مهارات الإقناع المناسبة بحكم أن جزء كبير منها كيعتمد على مساعدة الناس خصوصا في الأوتوستوب وحل الغاز اللي في البطائق. بحرنا نسمي بواد يعوموا فيه الرجال والولاد. لقيتيها؟ وقلبها شي ما ملها سيري من دودة. واد مرزك. واد مرزك فين كاين؟ لقيتك عندك زيد سيدي رحال، هذاك هو اللي بعدا. هو هذاك يمكن. الله يجازيك بخير. هو هذاك الحمد لله لقينا أحسن شفور في العالم. شنو سميت البحر؟ واد مرزك. مرزك. الله عمر النجاح ديالكم عندنا أهم من كل شيء. الله يرحم الوالدين. واحد السيدة الله يجازيها بخير اللي خلات سمحات في شغالها، كانت غادية شي وثيقة إدارية، سمحات في شغالها وقالت لنا غنتعاون معاكم تما ملالا العروسة وإن شاء الله الله يربحكم. تعاونت معنا وجابتنا ضربت بينا واحد الطراجي كبير بزاف. خطوة بخطوة بين الشجر حتى توصلوا للبحر. هي آخر نقطة شهادة الصفر. أزواجنا عاشوا تجربة مليئة بالحماس والمنافسة، فين قدروا يختبروا مدى صبرهم وتفاهمهم من أجل إكمال هذه المهمة. ولكن شكون كان فيهم الأسرع وقدر يوصل لنقطة النهاية في أقل وقت ممكن؟ بارك الله على عرساننا وعريساتنا وبصحتكم الدورة. من جو المسابقات إلى جو الأغنية الشعبية الجميلة، غادي ناخذكم في استراحة فنية مرة أخرى مع النجمة نادية العروسي.
رجعنا لكم مشاهدينا الاوفياء بعد اخر فاصل واخر مسابقه داخل البلاطو، مسابقه انا وكنتي ولا انا وحماتي. مطلوب في هذه المسابقه ان الاجوبه تكون فيها توافق، يعني انا غادي نطرح مجموعه من الاسئله وغادي نطلب من لحمات وكنتها انهم يعطيوني جواب في نفس الوقت، ولكن هذا الجواب هذا خاص يكون فيه توافق. ما غاديش نطولوا وغادي ناديو على اول متسابقتين تحت تصفيقاتكم، غادي نستقبلوا لالا عزيزه وابتسام. لالا عزيزه تفضلي. ابتسام جلسي. تعرفتوا على قانون المسابقه، غادي نطرح اسئله ومطلوب منكم انكم تعطيوني جواب منين نقول انا. صافي. هزوا هي تهزوا، راه يعني انا اللي ما عطاتنيش الجواب في الوقت المناسب ما غاداش نحسبوا لها. صافي. صافي. على بركه الله غادي نبدا انا وياكم باول سؤال وتصنتوا لي مزيان. الى جايين ضياف عندكم لداركم للمره الاولى، شكون غادا الطيب فيكم؟ جايينكم ضياف مرة الأولى، شكون فيكم غادا الطيب؟ شنو جاوبكم؟ أنا. كنتي. كن، ها حماتي. بارك الله عليكم. السؤال الثاني. السؤال الثاني وتصنتوا مزيان. شكون هي أول وحدة كيعاود ليها مراد على مشاكله؟ سؤال ثالث، الا اختلفتوا شكون اللي كدير الخاطر الاخرى وكتدوزها؟ شكون هي مولات الري الاول في الدار؟ شكون اللي فيكم في المواقف الصعيبه دموعها قراب؟ ما كاينش توافق. شنو قلتي يا ابتسام؟ قلت انا. شنو قلتي يا لالا؟ انا قلت انا. ايوا على هاد القبال هادو بجوجكم دموعكم قراب وخاصكم عاد تبكي وعلى سبه قلب عامر لالا عزيزه ولا؟ شويه ماشي بزاف. شويه. عشويه. عشويه. ايوا ماشي مشكله، الا تزاكل الا تزكل سؤال واحد ماشي مشكله. تبارك الله عليكم لالا عزيزه وابتسام، خذوا بلاصتكم. من مدينة زاكورة غادي نمشيو عند شيماء ولالا سمية ممثلتي مدينة خريبكة. تفضلي شيماء. السلام. سمية تفضلي، غادي نطرح أسئلة وبغيت بغيتكم تعطيوني الأجوبة دقة واحدة. متفقين؟ أول سؤال على بركة الله سيقول، إلا جايين عندكم ضياف للديار أو للدار أول مرة، شكون فيكم غدا طيب؟ هزي ابتسام. سؤال ثاني تيقول، شكون هي أول وحدة كيعاود لها أيمن على مشاكله؟ هزو. إلا اختلفتوا شكون اللي كدير الخاطر الأخرى وكتدوزها؟ جواب. شكون هي مولات الري الأول في الدار؟ جواب. شكون اللي فيكم، هبطي يا لالا لالا سمية هبطي. شكون اللي فيكم في المواقف الصعيبة دموعها قراب؟ جواب. بارك الله عليكم، سالينا المسابقة. كي جاتكم مسابقة سهلة ولا صعيبة شيماء؟ بين وبين. ها؟ بين وبين. ها؟ شوية. حيت مازال ما دوزتش بزاف ديال الوقت أنا وحماتي، داكشي علاش مازال. واخا يا لالا، غادي نخليو الحكم الأخير للجنة التحكيم نشوفها شنو غادي تقول لينا. ومن مدينة خريبكة غادي نمشيو لمدينة فاس، وآخر المتسابقتين تحت تصفيقاتكم لالا مونيا وسمية. سمية تفضلي. لالا مونيا هبلاصتك. وي وي وي.
غادي نطرح اسئله وبغيت اجوبه بتوافق. واضح كلشي وباين لكم ياك سميه؟ اييه. لالا مونيا موجوده؟ ان شاء الله. على بركه الله تنطلق المسابقه. الى جايين ضياف عندكم المره الاولى، شكون فيكم غدا الطيب؟ جواب. سؤال ثاني، شكون هي اول وحده كيعاود ليها الياس على مشاكله؟ جواب. الى اختلفتوا شكون اللي كدير الخاطر الاخرى وكتدوزها؟ جواب. برافو. السؤال الاخر، شكون هي مولات الراي الاول في الدار؟ برافو. السؤال الاخير تيقول، شكون اللي فيكم في المواقف الصعيبه دموعها قراب؟ تبارك الله عليك يا لالا مونيا وتبارك الله عليك سمية. كان هذا اخر سؤال. برافو. لا انا 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 يعجبني الحال، تفضلوا ارتاحوا. انا يعجبني الحال الحمات ومرت ولدها يكونوا مفاهمين، لان هذا الصراحه في الحياه الزوجيه شيء مطلوب، لان قدما الكنة احترمت حماتها قربات ليها قد ما حتى هي كتقرب ليها. وعلاش علاش كتقرب لك بزاف؟ لان قد ما شافتك مهليه في ولدها قد ما كتحب اكثر، وقد ما العائله كتوطد والعلاقه كتوطد. تبارك الله على عرساننا وعلى عريساتنا، تبارك الله على الطاقم التقني ديالنا، شكرا لكم. ودابا وصلت اللحظه اللي كنتسناوها جميع، هي نتعرفوا على تنقيط اللي حصلتوا عليه عرساننا في آخر مسابقة في هاد البرايم. غادي نبدأ بزاكورة اللي حصلوا على 4 ديال النقاط، خريب قا حصلوا على 3 ديال النقاط، وفاس حصلوا على 5 ديال النقاط. تبارك الله على عرساننا وعلى عريساتنا. وكان بغي نذكر مشاهدينا الأوفياء بالنسبة لعمرة المشاهدين، اليوم هي آخر فرصة. اللي بغيتوا تعرفوا تفاصيل أكثر ما عليكم إنكم أنكم تطالعوا على موقع برنامج لالا العروسة على مواقع التواصل الاجتماعي. ودابا جات اللحظة اللي كنتسناوها جميع، كيتسناوها أكثر عرساننا وعريساتنا، باش نعلنوا على المتأهلين لنهائي برنامج لالا العروسة في الموسم ديالو 18. المرتبة الأولى، حصلوا على ما مجموعه 31 نقطة. مازال كنتذكر الدخلة الأولى ديالهم من الباب، هما تيقولوا حنا اللي غنفوزوا باللقب. كانت هذه نقطة البداية وأيضا نقطة التحول عندهم، لأنهم فعلا وصلوا للنهاية. إصرار وعزيمة قوية جدا، حب كبير. اللي تأهل معنا نهائي برنامج لالا العروسة في الموسم ديالو 18، ممثلي مدينة فاس. مبروك لفاس التأهل، فازوا بالمرتبة الأولى، وأيضا فازوا معنا بلاك دو كويسون سمية وإلياس. ألف مبروك عليكم التأهل للنهائي. بارك فيك اختي دنيا، شكرا. السخاء ديالكم ما مشاش هكا. الله يجازيك بخير اختي دنيا. بارك الله عليكم وألف شكرا. مبروك. شكرا. المرتبة الثانية، اللي فاز معنا بالمرتبة الثانية استحق التأهل. زاكورة ولا خريبقة، كان عندهم إرادة أيضا، وفي لحظة من اللحظات تغيرات المعايير، لأن كل شيء ظن بأنهم ربما غادي يغادروا البرايم، ولكنهم استمروا وفازوا بالتأهل إلى نهائي برنامج لالا العروسة. فازوا بما مجموعه 28 نقطة.
اللي غادي يتأهل معنا لنهائي برنامج لالا العروسة الموسم 18. هم ممثلي مدينة خريبقة. خريبقة تتأهل إلى النهائي. للأسف يغادرنا كوب المدينة زاكورا اللي حصل المرتبة الثالثة 19 نقطة، وكان للتبرع ديالو للأم ديالو تأثير كبير على مساره في هذه المسابقة، ولكن مراد وابتسام خلاو بصمة وطبعة عند أصدقاء ديالهم، فكنقولوا لهم شكرا لكم لمروركم في برنامج لالا العروسة. أجي وحدايا لالا عزيزة، كنتي منورانا، تبارك الله عليكم، ومرة أخرى ألف مبروك عليك العمرة. مش مشكلة بنتي، كلشي زين. ألف مبروك عليكم. أجي حدايا مراد. مراد، أكيد أنك من خلال مرورك في هذا البرنامج كسبتي بزاف ديال الأصدقاء وكسبتي حب كثير من المغاربة. أيه، أول حاجة كنشكر الطاقم التقني، كنشكر الجمهور والناس اللي كيصوروا معنا، وكنشكر حتى سلمى اللي ديما سهرانة معنا وديما معنا في أي بلاصة. تحية ليهم كامل. تحية ليها حتى هي، وتحية للأصدقاء ديالي، ماشي أصدقاء، دخول صراحة. مرحبا. أكيد. الله يجازيهم بخير، خلوني يعني ما نحسش براسي وسط الناس، ماشي كنحس بهم خوتي، خلوني نحس بهم أنهم خوتي قرابي بزاف وكيتعاون معايا في كل شيء الحمد لله. وبالنسبه كنشكر حتى الزوجه ديالي، حتى ما بغيتش نشوفوا دموعك ابتسام. كانت حتى هي السبب ان الوالده تاخذ العمره، حتى هي بلا ما تفكر قضى، هي اللي حطات خمسه النقاط، وهذه غتبقى دائما حاضره لك ومشهوده لك. ابتسام، ابتسام، ديري في بالك بانك ايضا عروسه من عريسات برنامج لالا العروسه. كلمه سميه شيماء بقاو في النهاية. بغيت نقول لهم الله يسهل عليكم. حبيبي. شوف دموعك. بغيت نقول لهم الله يسهل عليكم، واللي داتها تبغي الخير للآخرة، اللي داتها كتستاهل. تبارك الله عليك حبيبتي، تبارك الله عليك لالا عزيزة مرة أخرى. ألف مبروك عليك العمرة، وتمشي وتجيب السلامة، وسالوك الدعاء. إن شاء الله، إن شاء الله. كنشكر بنتي ابتسام اللي ساهمت بزاف، والجمهورات كنشكرهم بزاف من القلب، حيت ضحوا بنفسهم وعطوني انا النقاط باش نمشي للعمره. كنشكرهم بزاف، وكنشكر الطاقم التقني كله، خصوصا سلمى كنبغيوها كنموت عليها، وكنشكر الناس خارج المغرب وداخل المغرب اللي كيساندونا وسمحوا لينا واخا الظن ديالنا فيكم، وكنشكر الجمهور كامل، وكنشكر كاع عمالي زاكورا كاملين اللي اكيد حنا كنسلموا عليهم، نشكرهم من القلب وتنشكرهم لانهم شجعوكم. والتحيه خاصه للوالده ديالي الله يشافيها، امين، والحفيد ديالي عتبان كنبغيك بزاف. نعم ابتسام. بغيت نشكر العائله ديالي خصوصا والديا، وكنقول بابا الله يشافيك، امين. كنشكر العائله ديالي كامله والاصدقاء ديالي والناس ديال المحمديه كاملين، وهذا الجمهور هذا كنشكرك دنيا. كنتمنى التوفيق للوليدات ديالنا، وكنتمنى التوفيق للامهات ديالهم. ابتسام ربي يسهل عليكم كاملين. الله يخليك. انا فرحانه والله، الله يسهل. شكرا لك ابتسام. مراد، لالا عزيزه، شرفتونا ونورتونا، وبرنامج لالا العروسه كيهديكم قسيمه شراء بقيمه 25000 درهم. تشكركم على اختياركم البرنامج. جمهورنا العزيز، تعرفنا على اللي غادي يتأهل معنا النهائي برنامج لالا العروسة، فاس وخريبقة. شكون اللي غادي يفوز باللقب؟ هذا الشيء اللي غادي نتعرفوا عليه في البرايم الجاي. خليكم دائما متابعين برامج الأسالي بامتياز برنامج لالا العروسة، وعلى أنغام نجم الأغنية الشعبية الفنان الكبير يوسف لوزيني. تنقول لكم تصبحوا على خير، ونشوفكم في النهائي. Oh,
ما نوري. انا راح افضع الله لا بس الحمد لله تشكرت سيدي ربي تهنى لحالك في الجيج موت بالسم واحد الدبانه غتصور معانا لك غتصور معانا شد راكور ايه انا نقول سانكي جودي بقى حاضنك رول ما تبقاش